الاستثمار العقاري مضمون، يمكن يمرض، يمكن يتعب، لكن يرد مرة ثانية وينتعش ويعطيك العوائد اللي أنت تبغيها. ضروري نرسخ ثقافة الاستثمار عند الشباب. القطاع العقاري أحد القطاعات الخصبة اللي ممكن المواطن فيه يتطور ويساهم بشكل كبير في الاقتصاد. وايد من الموظفين الجداد اللي يونا الفترة الأخيرة واشتغلوا، أول تغير تلحظه فيه سيارته الجديدة اللي برا. القرار وايد من الشباب اللي ياخذونه هي الاستثمار في أشياء قيمتها جالسة تنقص كماليات. فتخيلوا كل واحد اليوم بيستثمر في هذا العقار وفي هذا المجال، العوائد اللي بيحصلها. احنا في دائرة الأراضي والأملاك دائما نرحب بأي حد يبغى معلومات. فهاي الثقافة اللي نرمس عنها المفروض تنمى عند الشباب. كل العقار تراه هو استثمار آمن طويل الأمد.